قوي، عيب قوي يا موزة تعمل فيك كده. زكي ايه في ايه؟ سيد يا سيد ايه يا عم التوتر ده؟ يلا نروح. اقعد بس شوية شوية. يلا الساعة 3 الصبح. استنى يا سيد. يلا ما انت كل يوم هنا. سيد اصبر يا سيد اصبر. يلا بقى عايزين نروح يا عم. يلا بس. يلا بقى قوم. يلا. يلا هيقفلوا المكان علينا. غريب قوي. كل يوم فيديو جيم. كل يوم فيديو جيم. ده انا نفسي اجيب واحدة من دول عندي في البيت يا اخي. زكي. ايه؟ الحق قطع طريق. قطع طريق؟ يعني ايه بيشتغلوا ايه يعني؟ بقول لك قطع طريق بلطجية يعني. بلطجية. طب تعالى تعالى. انت هتعمل ايه؟ ما تخافش. بص يا سيد انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها؟ بالظبط. ماشي. هقطعم مسا على الكباتين. اسم النبي حرصك وصينك وضمنك يا ادل امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. هو في اطعم منك؟ ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله 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 الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا سيد امك. طب ايدك بس ايدك تحت شويه كده عشان جاكيتك جديده. ها شفت يا سيد؟ ايوه كده. ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني؟ طب اقلع الجاكيته الجديده يا عين امك. على فكره انت كنت هتوقعني. ها ماشي يا عم ماشي يا سيدي. وهات الجاكيته الجديده. هاي هات الجاكيته. حاضر. وعلى فكره دي فيها صورتي وانا صغير. ها حلال عليك تتربى في عزك. والمنطلون كمان. لا المنطلون بقى لا. البنطلون خلص. طب ما يعني اديني فرصه يا يعني هتخانق معاك يعني واطلامت. الله ما دي مش اصول خناقه بقى. الله خلص يا هات. انا بقلع اهو اهو يا عم. بس على فكره عيب 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 قوي اللي بيحصل ده. احنا ولاد منطقه واحده وانا ساكن في الدور الرابع هنا. ها بقول لك انجز. حاضر يا عم حاضر. بالراحه شويه اهو. ادي البنطلون اهو اهو ولو انه مش ماسك. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع ولا مستني اما اجيب الداده تقلعك. انا مش نايتي يا زكي. انا مش نايتي. لا أنا ماشي، إنما سيد النايتي لأ، لأ، سيبهولي أنا. إيه يا سيد؟ أنا مش قايل لك تعمل زي ما أنا هعمل بالظبط يا سيد. اقلع القميص يا هو أنت كنت بتقول لي إيه؟ يا سيد أمك. شكرا. يا سيد أمك. اخلص. واقلع البنطلون. لأ، البنطلون لأ. إيه ده؟ أنت رابط البنطلون في وشك ولا إيه يا سيد؟ اتفضل سيادتك. ثواني ثواني بس ما اجيب بقيه الحاجات. معلش اخرناكم. خور العيال دي لبسهم بدله التشريفه. لا ما تسيبهمش يروحوا مصر كده. وبعدين يا شيخ وحياه النبي خد بالك من الواد ده اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته. تاني مره بسمع كلامي. ها بسرعه والنبي يا ريس بقى لحسن انا بردان قوي. السلام عليكم ورحمة الله. تعالى. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوه أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه ده؟ أنت كنت بتصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني؟ تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه. تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش. ايه انت كبلة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبلة. قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد وانا مبسوط مبسوط. هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس حرام. يابا اهدى شويه، حرام عليك. ارحم خالص يا بابا. سخن مالكش دعوه سخن، ده انت هتموتني وانا واقف يا ابني. تعالى تعبتني. طب تعالى بس هفهمك يا بابا بقى. خد 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 يا زكي هفهم. قلبي قلبي ايه بقى؟ قلبي يا بابا مالك؟ قلبي يا بابا مالك؟ انا شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا بابا يا مكار، عرفت ان انا هقدر امسكك. هتروح مني فين يا زكي؟ خلاص بقى يا بابا اقف هنا، قلت لك اقف، قلت لك اقف كده. الكم بتاع جلابيه الناس يا بابا، هقول لهم ايه دلوقتي يعني؟ كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا قريب؟ انا بتهزر. تعالى يا قريبتها، يعني انا مش هقدر امسكك، هتبات بره يا ابني. تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى كله. لا التفاح الا التفاح الا التفاح يا بابا. لا 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 انت هتشلني يا انت انت هتشلني. اسمع يا بابا بقى يا قليل ادب. ايه يا بابا مالك؟ صوتك جايب لاخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني شوف الزفت اخوك. خلاص يا بابا، ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزائهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزائهم؟ يا ابني انا ما حدش ضربني، انا ما اتنقلتش من هنا، ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزائهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني، انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم رباطين. بلاش انت يا جمال انك تروح تجيب ناس تانية، بلاش. اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا؟ طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع، ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. ايه حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو، ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو، عامله ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز، واخد عين ابوه. سالم صباح الفل. سالم اختي، بحب اناقشك يا سالم. طيب ايه حضر لك العشاء؟ اعملي لي شويه جبن كده ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك كنت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه؟ يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت، جاي تاكل عندنا كمان؟ يعني ما كلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ اسود ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حاطه في الثلاجه ليه؟ خايف عليه الاسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون. انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده يا حبيبي. ملاك نايم وسط الزبالة. في كده في كده. وايه دي؟ ايه دي؟ حد ينام في بيت عقلك. ايه ده؟ كنتش دي المنوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضنها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق. انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا، ده الواد سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. هو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويطفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المسوره اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد. قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. امال ارميهم في الارض؟ لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي؟ جزمتي. ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم. اتفضل قوم. بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. قوم. طيب 5 دقايق اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجع لي فين يا انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفود يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ الله البلكونه ارحم في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلص لنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخوي على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لهم يا جماعه. ايه ده العيش بايت ليه كده؟ الفول ده حش ماشي جبنه مربى نخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام. تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. يا جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل بالظبط كده. طيب الحمد لله. ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت. ما في بني ادمين بيرزعوا اللبان عادي يا بابا. الله طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك، طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة وخبط عربيتك ده هيجي على دماغي. يا نهار اسود سجاير. هو انت يا اخي خضتني. امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا، دي سرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدريب السباحه ده. دي بقى اسطوانه كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه، هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي. اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خيرت بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره ثانيه. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طب احنا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. سنة لما هيجهز الاوردر. استنى منك له. ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكيه؟ ايه اللي جالك متاخر؟ انا؟ ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجري شوف شغلك. حاضر. تعالى هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك، فاهم؟ فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك. خد الدبليو سي ثانية بس واجي لك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الأول. سوفت في أخلاقك. سوفت. لو سمحت ممكن كوباية مية؟ أيوه. كوباية مية. إيه ده؟ سميرة بهيج. زكي عامل إيه يا حبيبي؟ أخبارك إيه؟ يا سمسم عاملة إيه؟ إيه أخبارك؟ أنت أخبارك إيه؟ الحلاوة دي، لفيتي وتدورتي وبقيتي قمر. إيه ده؟ خطبتي؟ ليه يا شيخ؟ والله فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا بتهزري، الواد شكري ابو 6 حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره. لا اخشى عليكي اخشى عليكي، بصي اتعديت منه كنت هقول اخشى عليكي. معقوله كده؟ يا حبيبي فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره؟ شكري؟ ايوه عارفه فاكره، انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره لما سوسه الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري ايوه فاكره شكري فاكره ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجأة علينا. يا لهوي دي كانت ايام، بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهيألي شكري انت كنت عايزه ميه ها؟ اه اجيبها لك بتلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش، بيجي فجأة برضه. ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر يا شكري ايام الجامعة لما كنا بنتلم كلنا في المكتبة ونقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجة، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميرة بهيج. ذكريات ذكريات زبالة يا زبالة بذكرياتك الزبالة دي يا تافل، طول عمرك تافل طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط؟ اه دي كانت عايزة مية. هي المشكلة في المية؟ صدقني 3 سنين يا ددمة يا ددمة مفيش بوسة ولا خضك بوسة. كتير يا شكري، 3 سنين على سميرة كتير، ده انت متأخر يجي 2 سنين و6 شهور يا راجل. شفت المصيبة؟ معلش مفيش مسؤول هنا يا جماعة، مفيش مسؤول. ليه مسؤول يا جماعة؟ مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ سعادتك المسؤول؟ في ايه؟ سعادتك انا رحت الدبليو سي 3 ثواني، 3 ثواني ما اتأخرتش. 3 ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسه وزمن السوسه اتفتح. حصلت؟ هفهم سيادتك هفهم سيادتك. هو مش عايز افهم حاجة. هو خاطب واحدة أصلا زبالة سوستة، أعمل لها إيه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلت؟ بره مش عايز أشوف خلقتك تاني هنا خالص. ده أنت في بالة وهي أثبل منك. بره وأنت فوتك وقع الدهن من على الحيطان. بره. إيه يا حازم؟ أنت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، أم الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف. أحلى وردة لأجمل بنت في الدنيا. آه ميرسي قوي. دي سارة، يلا بينا نمشي بقى لحسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ طب امال عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برضه قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. أنا همشي بقى عشان ألحق أجهز نفسي، هستناكي النهاردة. أوكي. وأنت اوعى تتأخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص ها؟ يلا باي باي. باي باي. الحمد لله. عمر سيادتك من فضلك هات لنا الغدا بسرعة أنا مستعجل. طب همشي أنا بقى. أوكي يا حازم، أشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحية ربنا لغاية دلوقتي؟ اتفضل اطفي الزفت دوت وخش انام على طول. 5 دقايق وماتش دقايق ولا دقيقة واحدة، كلمة ورد قطار، تخش تنام دلوقتي اهو، اتفضل. أنا حاليا منين ولا منين؟ تصبح على خير. حازم انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جريه يا شيرين، ما تفكيه بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه وانت طيبه يعني. باي باي. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكرة الساعة بقت كام؟ سوري يا بابي أصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين أنا ماليش دعوة بالكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعة وترجعي على طول. ما أنا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش إن شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع أي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي أتصرف أي تصرف وأبعت لك السواق. بابي أنا ما بعملش أي حاجة غلط. واضح إن أنا دلعتكم شوية زيادة عن اللزوم. اتفضلي نامي وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفه ابدا، كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحيه التانيه. بطل يا اخي قله ادب. بحسب حد بينادي. المهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته، وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم الاسيوطي والد زكي، سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه، انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده؟ هو بيتكلم عن سميره؟ زميلتك في الكليه؟ لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميرة، دي زي أخته. أخته إيه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض، الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع، اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين؟ طبعًا هقول لك مين ده؟ شكري السيد، خطيبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا، ما ماتش. أيوه، ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي، دول إخواته. يلا يلا يلا، بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا، يمكن نادر طيب. امشي يلا، امشي امشي بلا لعب عيال، كلام فارغ، وخد أبوك في بطنك واتفضل واطلع بره. امشي بره، امشي. ما تخافش من صوتك، ما تخافش من صوتك. يلا، مش ممكن نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد، روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي، امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى، ها، سلام عليكم. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ دي الناس دي ازاي؟ صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعه. لا، في حاجة سخنة؟ في مانجا سخنة. لا، ده في قلة أدب وسفالة. يا نادر، واضح إن في ندالة وقلة أصل. ليه نادر بقى دلوقتي؟ ليه كده؟ ليه كده حضرتك؟ أنا أيوة حبيبتي، في إيه اللي أنت جاي وشغاله عندك ده؟ أنت تاني عمل إيه؟ بيعاكسني أنا وهبة. والمصحف ما عاكسش هبة. بتعاكس غادة هانم يا بقى. وغادة هانم يا بقى، فدي تطلع مين؟ دي تطلع مراتي يا حيوان. يا نهار أسود ومنيل. طب بالنسبة لهبة ظروفها إيه؟ اطلع بره. ماشي ماشي ماشي، بره. الله الله، شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير ربيع. قلقان على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايزه حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم. بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال الزرع بدري بدري دول المفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا، طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ انت ناوي تدخل الحرب؟ ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش بخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المآتم. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني، اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صح لي كده، ها؟ تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله، حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ لا مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا، انا هفهمك. طب ليه طالب بودي جارد؟ يا ابني اديني فرصه اتكلم معاك بره يا اخي. ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهمك. مع حواليك اهو بودي جارد. انا ما بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انتوا حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه. خيرت بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص؟ هديت؟ اتفضل. اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتول العضلات، دي احسن حاجه فيا. شرس عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمة، ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سم، ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. أنا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب ألحق أجهز نفسي. يومين كمان. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص انت هتاكلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك؟ كليه الطب. قسم التشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجيلكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله. اسم الكريم ايه؟ نهد العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض، ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق. ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد؟ طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف؟ ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ اصل مراته خانته وهربت مع عشقها. هو ده عشقها؟ ايه؟ خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه ايه الدوشه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف ايه. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي، ما قلت لك يا نهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. هم اتاخروا كده ليه؟ يلا بقى. اهو جاي. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي. انا يا باشا هنفع للشغلانه دي 100 كده. شغلانه؟ قول مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه. عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعالى معايا. اوعى حد يتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل ادب وابن ايه؟ الا الاب. يا سالم الطريقه بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه، دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. وما طلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ ايوه. وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه. لا دي الصوره في هنا حضرتك، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاس او الكاس. مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كمان؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه. دي ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا. انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه، ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا، بس واضح كده انه هيترفد منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ما ينفعش اسمي والعيله على طول. ابوك اسمه لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان دوت تكون عندي بكره الصبح. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا خرب بيه، شكرا. سامع سالم اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خير بيه انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خير بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عصبي ليه بس؟ عصبي؟ عمايلك فيا، ما تتعرف انا عصبي. يلا اهدى شويه. مش عارف عصبي. اهدى شويه. تعبتني. ايه بس؟ ارحمني. انت بودي جارد. ايوه. بعمرت ايه يا واد؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قلبك ميت. انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه؟ يا اخويا بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله ياض. اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص، انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابن الكلب. يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا دين. انا ايه مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعالى هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ حلو يا اخي. اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك، ركز. زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا ايه؟ ويترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله، يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد. وانا هسيبك. يا بابا ده انا. ما هو انت قعدت تقول لي اوعى من وشي. يا بابا الله. أنا مش فاهم أنت ليه باصص لي في لقمة عيش؟ والله ما حد هيقطع عيشة إلا أنت. اطلع يالا. لا اطلع. مش طالع. يا ربي بخلف فار. اطلع يالا أحسن لك. مش هطلع. خلاص خليك يا أخويا. حتى بتاع السرير نام. إيه رأيك بقى إن أنا مش رايح الشغل بكرة وقاعد لك؟ وريني هتقعد قد إيه تحت السرير. ماشي. وابعد الخرطوم ده عشان بينقط مية. مجنون الواد ده ولا إيه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغولياتي الكتيرة إني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. إيه يا بابي؟ أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز. أنا بقول في أمور كتيرة لازم تتصلح، وده بيتطلب إن يكون في حد معاكم. جوه البيت، بره البيت. بره البيت أكتر من جوه البيت، يعني في العربية، في النادي. أظن الكلام بتاعي واضح. يعني إيه؟ حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ أنا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري، خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت is not available now. You can come again. Okay, thank you, thank you. Qu'est-ce que ça va à la maison? صباح الخير. اهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد ومفهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. امسك. انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطيه، يعني سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6-7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في المكان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع، بالنسبه للمصنع امسك بتاعتك كده، بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في الطابلوه هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك. استنى عندك انت ايه يا ابني بربند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك، انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ اساسا مش بعرف اربط رباط الجزمه. اساسا انت مش كنت تقول كده؟ انا رايحه النادي، يلا يا عمر. الحق معاهم يا زكي، معاهم. طبعا. اسمع، شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك اتفضل. طبعا حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم، انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا الحق الواد. طبعا. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده، عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنيه كده. الكوتش ده عايز يتزود. حازم! ايه ده؟ في حاجة اتفجرت؟ ده ريموت العربية. ريموت العربية؟ ريموت؟ هو أنت سايق عربية ناشونال ولا إيه؟ ابعد إيدك عني، أنت أهبل ولا إيه؟ أنت مجنون؟ مجنون أنت؟ إيه ده؟ الحمد لله مفيش إصابات. رصاص. ثانية واحدة، ثانية واحدة. بعد إذنك فين المفاتيح؟ أنت هتعمل إيه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. طب اركب ورا يلا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياج جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش هيجي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا، وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. خصمك ايه لك الذوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك، ما تديش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ ده اوتوماتيك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ثانية واحدة. 012 هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو؟ رد يا حيوان. ايه اللي انت يا حيوان يا ابن الحيوان؟ عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انزل. ايه؟ انزل لي هنا. انزل لي. ايه؟ انزل ايه؟ في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ليه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هيجي لي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله، الجدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. قش ايه؟ ايه اللي قش؟ يا عم خلصنا، سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا فينا انت. المره بقى راكب زباين بتعرف تسوق، ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا، اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد، مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم. النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش شويه يا زكي، اقعد. معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء، طب بات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله. وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده. انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص، هي زي القمر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافني. تخيل حضنه واحضانه وبوسه. بهدلني الواد الصغير ده. طب زكي، انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي، انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده. انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم يبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده يا زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. لا، في دي عندك حق. لا طب شفت. بص هقول لك انا حاجه يا سيد. بص، ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي؟ يلا يا سيد يلا يا سيد. اهلا. قطع مسا على الكباتين. بسم النبي، حرثك وسينك وضمنك يا تعم يا نايتي. بس باش كان فاضي، ده كان زمان. يا فضحتي، مش تخبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا، في ايه؟ انت فاهم يا قلبي اللي عملته ده بتروي دراعي؟ ليه يا بابا؟ هي كلمه، يا تسيب الوظيفه دي وتمشي يا امشي انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا هموت. مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى. ساعدني بس يا بابا. ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه يالا؟ محسسني ان انت مش ابنك، ان انت مش ضنايا. أنا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره، بحبك. ليه؟ حبني. بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي. ده انت كده ناوي تشلني. وريني. انا غلطان. ايوه. انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. رايح تعمل بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو الزيك؟ يبقى وريني عن اذنك. ايه ده ارتيس. اضرب. ايه عملت ايه؟ انت بوظت الباب. هو انا المفروض انشن على البتاع المدوره دي؟ طبعا. طب ما تزعقش كده. ايه السيف ده يعني؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه؟ سيف وكده. بقول لك ايه؟ هتعملي لي فيها زينه؟ انا هركليز. ها! ايه رايك؟ ادب السيف ده في زورك يطلع من ظهرك. من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. أنا ممكن أعمل فيك عمايل سودا. ما أنا بحب الغوانة، ما عنديش مشكلة. وأصحيك بقى على كوابيس بالليل. أنا برضه ما بنامش بالليل، أنا بنام الظهر. والله. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ هو كده افترا. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. أنت مجنونة، أنت مجنونة. بقول لك إيه؟ أنا ما بحبش المشاكل. ها؟ أمال اللي أنت عاملاه ده كله إيه؟ شاي بنعناع. هتسمع كلامي ولا لأ؟ حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت قولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل انت؟ فين الموبايل؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى؟ ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ميرسي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من ايديا وانا ببص. في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. انا بدوس اهو. اديك ضربت اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى، اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي؟ ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع. العب. اهو حلو. اتغلبت. هات. ده ايه؟ ها تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ماشي. ده انا هقشطك. ايه يا حبيبي؟ خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركه حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا هتروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا يبطل العصبيه اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي، ولو عرف ان انا هنا هيزعق لي جامد موت. يا نهار اسود هيزعق لك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجه دي يعني. ده لو ابويا عرف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجي جري. بس انت حمار في الكوره على فكره. وانت جزمه في العربيات. قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شويه. انت قلت انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجه طيب لماجنزر ولا لسلو وايت؟ ما عنديش. طب هات هدومي هات هدومي هات هدومي ونضارتي هنشوف ايه. مين الكلب اللي متصور معاك في الصورة ده؟ أخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. أجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا إيه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجة؟ لا كان عيان. يا نهار أسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتدرب على الكلب بتاعي. إيه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس يا راجل ده بركه انه اتقتل. ربنا يسامحك. عمر ممكن اسالك سؤال؟ طيب هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب عمر، ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف، ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني انا اسف. انا لو اعرف الموضوع كان هيضايقك كده، والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا، للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص، يعني جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه، ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حضني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجموعه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي يا شيخ. اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيه يجي هقول له على فكره. هاي زكي. اهلا. ايه مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه. ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي، ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني زي ما اتفقنا. انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. لا مؤاخذه، انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا تبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا، وطوبه مش عاديه، دي طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقول لي الكلام ده؟ ها؟ وتشتغل ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا، حاول هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت؟ اتماسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها ههربك. هتهربني من الاسم ده؟ انت كده ده انت غبي. يعني ايه اهربك من الاسم؟ خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من حد يطمن، يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي قلم ايه مالك؟ انا مع بقول لك اي قلم. انت كده هتروشنا يا عم سالم. انت جاي مضروب بخلقه في ايه؟ يعني كل قلم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ هنزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري. انا اجري مش عاوزك. انا علم المخدرات وعلم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفته بينط من بلكونة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعينيا. مشيتك من هنا يا زكي. ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي، خير في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب طبنجة. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي. اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل حرامي سرق وهرب. امال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا منده. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي. ايوان. الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي الحقنا يا زكي. ايه في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشافه يا منده. شوفيه زمبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيكو. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور لا يكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. احترامي. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع، قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. بس حرامي اوعى يا نهار أسود، اوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا، ده يعني ما شاء الله عليك. وأنا مش حرامي عادي. أيوه وأنا برضه هسرق عادي. اتفضل نور لي كده، اتفضل أهو أنا جاهز وكل حاجة. اخلص. وأدي الساعة، وأدي المحفظة فيها بطاقتي وفيها كل حاجة، وحضرتك تسيب لي عنوان البيت ويعني وما تعرضش نفسك ومخاطرك دي. سيب لي عنوان البيت وأنا هجيب لك كل حاجة لغاية عندك. لغاية عندي؟ أه. تزرفني؟ تزرفني؟ أه أجيب لك حاجة سخنة وزي الفل ما تخافش. اتصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها وقدود، بس سعادتك دايما تقول عليه كده، خلينا نشوف هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. صفر جرام بروبلام كاسكليار. عندك مزروع في الجنينه، انا هروح اشوف سكينه النول يكون فلوس ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوه بومي. ايه يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطه السوداء دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ انت مش كنت تبت؟ اه تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ الاقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه، يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده هو يعني. ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا زين، وانت كمان والله كنت تقطع ايدي قبل ما تربطك يا اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم، ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي يعني. عيب يا جدع انت، ده انا ازودها لك. لا يا عم هي مقدمه لوحدها. وعيش يا ابويا. وانت كمان يا زيكو. بوسه والله وحشني. بوسه وانت مربوط كده؟ اه عادي. ماشي. بيت زلمتك يالا. بس اف ده كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفن جاي تسرق خيرك به. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 يا فيهم 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اضرب كمان، قفلهم لي باكو. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تاني قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي دي كده. خساره قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هوديه الاسم بايديا، بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه، اتنطط. يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي عليها في المكتب ان شاء الله. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافأة عملها لك خير ربيع علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت بالحرامي. نعم؟ قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي، وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجة زي كده يا جماعة، ده واجبي ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجة بسيطة، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعة. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ أنا يعني حضرتك ما تعرفش أنا كنت محتاج الفلوس دي قد إيه؟ أصل أنا عندي أخت كبيرة على وش جواز، وأمي ست كبيرة ما بتشتغلش. أمك؟ آه أمي. إيه؟ أمال أبوك فين إن شاء الله؟ عنده شلل أطفال؟ لا أنا أصله أبويا إيدك منه القبر. أبوك؟ أصل أبويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينة ومضروب كمان. أبوك؟ هو إيه يا سالم؟ هو أنت تعرف ابوه؟ لا يا فندم ما اعرفوش، وده اللي هيجنني. بس واضح من كلام الافندي ان ابوه راجل ندل، مش كده؟ عم سالم لو سمحت، انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش. خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومتشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. ها بحبك، انا بحبك. عن اذنك يا خير ربي هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت، لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته، قصدي هتجيلي فوق وانا واقف. عن اذنك يا اخير يا قليل الادب. هفهمك فهمني. طب ده انا هاكلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون. انا اجنن منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هقتلك. يا خيرت بيه يا خيرت بيه يا اسكت. خد تعالى هقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي هتولد امتى؟ كلمنا يا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام؟ ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال 11 بتهيألي. يبقى خدها اديها للدكتور شوف العطله جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا. زكي جه يا ولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازايز خمره لباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. أنا نفسي أعرف فين الست والدتك الكبيرة في السن اللي ما بتشتغلش؟ ماما ما ماتت يا بابا. أنت نسيت ولا إيه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب أدب. خلاص بقى أقعد بقى يا بابا. أنت كل شوية هنقعد نجري. صح عليك. أقعد بقى. ده أنا جايب لكم حاجات حلوة أوي وحاجات كتير أوي كل مستلزمات. دي شوية حاجات أهي الأسرية اللي أنت كنت كاتباها في ورقة على التلاجة. شفت أنا فاكر إزاي؟ ماشي. ودي إيه؟ ودي بص ودي بص يا بابا دي عشانك. إيه ده؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك انت. كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي يا زكي هنا. انت راح نركز شويه. بص دي بقى يا جيمي. بص ده بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا يا بابا. يا سلام يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا. بلاش الكاكا جبت لك حاجه تانية. بص دي هو انا كنت فاكرها دوم. سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه؟ كيكي. ايوه كيوي يا ابو جهل. سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه؟ نضاره بربريز في ميه. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. ماشي خلاص بقى. خليها. طب خليها. خد الكراب ده بقى. سيب. ممكن تقبلي الولاعة دي هدية مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتقمري عليها عيش يعني بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. امال عاب السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده؟ هو عم حسنين السواق بيحط روج برضه؟ بقول لك يا زكي. لا ايه ده؟ روح انا مش خارجه النهارده. اروح؟ طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. قريتيها؟ ايه مولودي ده؟ المولدي مش اللي انت بتتفرجي عليها دي؟ مش دي المولدي برضو؟ امشي. طيب حاضر امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوه اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدومي اللي وسختها، انت على عمر. صباح الخير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا انا ساره صاحبه اخته. ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله حلو قوي ده شبه كيتوس بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي فجبت لك واحد مستعمل بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا منده اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. حلو اسم لطيف يعني وجديد برضه. طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. امسكوا جامد لحسن يطير منك بعد اذنكم. لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي ازيك؟ انا طالع فوق اغير هدومي ونازل تاني. يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسن ايه؟ لما انتوا مش قد السجاير بتشربوها ليه؟ ها؟ بتشربوها ليه؟ على فكره دي مش علبتي. امال خدتيها ليه لما هي مش علبتك؟ ماشي يا خيرت بيه. ايه ده انت فضيحه لما بتصدق. اعترفوا بقى، اعتراف بالحق فضيله. وبعدين ايه الولاعه البيئه دي؟ ولعتي كانت اشيك على فكره بكتير. على العموم ميرسي. ماشي يا خيرت بيه. هنعمل ايه يا زكي؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم الكلب؟ بكلمك انت. انت اللي هتعمل. لا يا عم. لا يا عم، خليك كده، خليك كده جبان. انا مش فاهم انت خايف من ايه يعني؟ ها؟ خايف من ايه؟ هيحصل ايه؟ بص يا عمر، انا عايزك تبقى شجاع، تبقى راجل كده ملو هدومك، عايزك زي الاسد، اسد واقف، وبمنتهى الصراحه تقول له بابا انا عندي كلب. كلب تاني في البيت يا عمر؟ احنا مش كنا اتفقنا في الموضوع ده وخلصنا منه؟ انما انا اللي غلطان، انا اللي سايبكم تعملوا اللي انتوا عاوزينه. انت ايه اللي خلاك تقول له بابي؟ بس بقى، بس عشان كنت هتودينا في داهيه. انا قلت لك بابي هيزعل، بابي هيزعل، وانت مش مصدقني. قعدت اقول له بابي هيزعل وهيتضايق وما بيحبش الكلاب. قعد يقول لي لازم اقنعه، لازم ابقى راجل، لازم ابقى اسد. كلام كده كله مليان حيوانات. بس مين اللي جاب الكلب ده؟ شيرين؟ ايوه شيرين اللي جابته. بس ده مش موضوعنا يا باشا. المصيبه دلوقتي ان في كلب في البيت. الكلب ده لازم يتصرف حالا. طمن حضرتك، انا هتصرف. هات الكلب ده. اتفضل اتفضل، اطلع على اوضتك. حلو كده؟ حضرتك متضايق ليه يعني؟ في حد يتضايق من كلب يا فندم؟ ده حتى القافله تعوي والنساء تسير عادي. وبعدين حد يتضايق؟ بص يا فندم، ده حاجه تضايق منها؟ ده حتى شبه الليفه المحروقه. هو انا ناقصك يا جدع انت؟ يا خير ربي، ده ما بيكبرش لحسن تكون فاكر انه هياخد حيز ولا حاجه. وبعدين بص ده بيمشي، بص بيمشي ازاي؟ شيله من على السجاده. ما تخافش حضرتك، هو لا يمكن هيعملها دلوقتي، اصله لسه عاملها على السجاده اللي فوق. زكي يا عمر كان مرتبط قوي بالكلب اللي كان عنده، وتأثر نفسيا جدا لما مات. قصدك لما اتقتل؟ عموما انا هرجعه من مكان ما جبته. يعني هو انت اللي جبته؟ ايوه انا اللي جبته، بس هرجعه. يعني يا خيرت بيه، يا خيرت بيه، انا مش صعبان عليا حد غير عمر، ده زمانه قاعد يعيط في الاوضه دلوقتي. وبعدين فيها ايه لما يبقى عنده حته كلب صغير زي ده؟ مش احسن ما يشرب مخدرات؟ مخدرات؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايوه الادمان ملوش سن، الادمان يدق الابواب في اي وقت. انا هرجعه. يا عيني يا عمر. يا زكي. ايوه هو مفيش لون تاني غير الاسود ده؟ في اسمر. اوكي انا موافق، بس على شرط الكلب يفضل في الجنينه، ما يدخلش من باب البيت. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا خير ربي. الهي ربنا يكملك ببدلك، ربنا يقدرك وتخلص السيجاره اللي في ايدك يا عمر. عمر بابا وافق على الكلب، بابا وافق على الكلب خلاص. لو مش كده وبس هيخليه يقعد معاك في الاوضه كمان. انا اللي خليته وافق. صباح الخير. ايه 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 انت بتعمل ايه هنا؟ انا بقيت هنا من امبارح. ها انا قلت اجيبك من اول الخط، ها، عشان ما تعرفيش تزوغي تاني. اتفضلي اهو، مكان اهو يا زكي. يلا بسرعه انزل احجز المكان ده قبل ما عربيتي تاخده. طب يا بنتي ما تركني جوه يا بنتي، دلوقتي النادي هيبقى زحمه. يلا بالمكان يتاخد. طيب يلا. اوكي ثانيه واحده، على مهلك على مهلك. وانت راجعه اركن انت بقى. والله حرام عليك، انت اللي مبهدلاهم ومطلعني. يا انسه شيرين، يا انسه شيرين، يا انسه شيرين، رايح فين يا استاذ؟ حضرتك انا مع الانسه اللي لسه داخله دلوقتي حالا قدامك، الانسه شيرين. لا شيرين ولا 21 ولا 22. لا شيرين ولا ايه؟ ولا 21 ولا 22. عجبتك؟ دي حلوه جدا. ربنا يخليك، ده انا كل يوم بقولها لها كده وما بتضحكش، محدش بيضحك عليها خالص. يبقى تعالى كل يوم اقول لك اضحك كده. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك ربنا يخليك. واسمك كريم ايه ان شاء الله؟ عابدين. ولا 21 ولا 2 وعابدين برضه ولا جديده دي. تفعلك ده شبابك شربات. ربنا يخليك ربنا يخليك. قول لي بقى يا اخ عابدين، انا هي دخلت كده اخش انا كده في شمال ولا؟ لا انت مش تخش شمال، انت تطلع يمين وتطلع دلوقتي حالا. يلا من هنا، يلا اطلع بره. والله انا هموت واشوف زكي بتاعكوا ده. امال لو ما جاش معاكوا ليه؟ مين قال لك ان هو ما جاش؟ امال هو فين؟ زوخت منه عند باب النادي عشان يحرم يتحداني. والله حرام عليكي. كل ده عشان نطيت من على السور؟ هو انا نطيت سور اسرائيل ولا ايه؟ انا مستسلم والمصحف الشريف مستسلم اهو. تحيا مصر. ده زكي. زكي؟ زكي مين؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ما انت دخلتي وسبتيني. تقوم تنط من على السور؟ وانط من فوق السد العالي كمان. انت مسؤوليتي. طب يا جماعه يلا ننقله على العياده. لا لا انا اسفه يا زكي قوي. ألف لا بعد الشر عليك من الأسف. يا عم قوم بقى، أنت هتعمل لنا فيها حمامة. مين الدبدوب ده؟ قوموني. أيوه بالراحة. بس خلاص أنا كويس أنا كويس، سيبوني. كويس؟ سيبوني. إيه يا زيكو مالك؟ إيه بتوجعك كده؟ بتوجع. طب وكده؟ بتوجع برضه جامد. ياه ده أنا واضح إن أنا نزفت كتير قوي. معلش. انت عارفه لولا ان انا دراعي عريض شويه وانا كمان رحت منشف في ايدي كده، الرصاصه جت ضربت طلعت كده، كان زمانها جت في مخي. ما انا خدت بالي. طب بص هحط لك ميكروكروم. لا ميكروكروم لا، انا ما بحبوش. ليه؟ طعمه وحش قوي. هو انت بتشربه؟ مش بتشرب الميكروكروم يا شيخ. خضتني عليك. خضت عليا. تعالى تعالى. ايوه بس انت ما قلتليش برضه يعني انا البس ايه في المشوار بتاع بالليل ده؟ البس بدله. بدله ايه؟ احنا رايحين نسهر كاجوال يعني. كاجوال؟ طب انا يا دوب الحق اوصلك بقى واروح اجهز نفسي. تجهز نفسك في ايه؟ تجهز نفسي لايه؟ انت فاهمه ان الكاجوال ده بالسهل كده مش لازم اترستق، ده انا هشرفك. اركبي. ايه اللي انت بتقوله؟ Cowboy, scratch it. ايه ده؟ شفت الرواشة؟ ايه يا ابني ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سبايكي، عامل سبايكي؟ وعامل شعرك كده ليه؟ ايه؟ عشان جيله. حاطط جل يعني عشان بيقع على عيني. الناس دي بتسقف ليه؟ ده كاريوكي. بس المكان ده مش قد كده على فكره. انا لو اعرف كده كنت جيت عادي على فكره، ما كنتش عملت سبايكي ولا حاجه. المكان ده مش قد كده. ها امال ايه؟ طب يا استاذ سبايكي ثانيه واحده بقى. اتفضل. اوعى الكاريوكي يعضك. في هنا شاي بلبن؟ ايه يا عم؟ بقول لك ايه، عندك اغاني ايه صعبه؟ عربي ولا اجنبي؟ اي حاجه ان شاء الله ياباني. انا عايز الاغنيه اللي غناها ما اعرفش اغنيها تاني. يا عم انا عندي اغنيه مهيبره. صح كده. بقول لك ايه، شايف الجدع اللي قاعد هناك ده؟ انا عايزك بعد كده تروح تديله المايك. قول لي اسمه ايه وانا هقولك على هوا. اسمه زكي. فل قشطة عليك. بس عاملين شوية تتلس في التفاصيل هنا حلوة قوي قوي. عايز اسمع يا جماعه سقفه كبيره قوي لزكي اللي هيغني لنا اغنيه روشه قوي قوي النهارده. سيكو طب عندك اغنيه قوم بالليل لا قوم بالصبح؟ لا قوم بالليل لا قوم بالصبح. انا قوم بالليل لا قوم بالصبح. قوم بالليل لا قوم بالصبح. قوم بالليل لا قوم بالصبح. بالليل 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 بالليل. طب سمعني احلى صدى صوت بقى. واحد اثنين ثلاثه. ايوه اسمع يلا معايا اسمع. شفت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ شفت طب شفت البت بتاعت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ انا شفت التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو. اه يا ديسكو. طب شفت الكت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. هلو everybody I am different. شفت التتو دم الكت اللي عمل التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. بيقول ايه ده؟ شفت اللي واقف جنب ابو خالد اللي جابه رسم التتو اللي دم الكت اللي عمل التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. ايوان ايه يا عيني؟ اقوم بالليل انستوينج كارجوس فقال له زيكو يا نهار اسود ايه اللي انت عملته ده؟ تعال عايزاك بقول معلش خش تاني. تعال بقى يلا عشان عايزاك. ها يعني انتوا عايزين تطلعوا رحله شرم الشيخ؟ ايوه. وافهم من كده ان انت عايزاني اقنع بابا ان انتوا تطلعوا رحله شرم الشيخ. ايوه. وشرم الشيخ دي بلد طبعا. طبعا بلد. بلد. شرم الشيخ دي اللي هي في الغردقه باين. في الغردقه؟ دي محافظه ودي محافظه. طيب خلاص. اخر سؤال. امتى اخر مره طلعتوا الرحله دي؟ من سنتين. الساعه كام بالظبط؟ ايه الاسئله الغريبه اللي انت بتسالها دي؟ ممكن تقعد بقى عشان انت خيلتني. معاك حق، انا كمان حاسس ان انا دخت. بس انا مش هقعد على الكنبه دي لاني بخاف منها، اصلها شبه البوسه. نقعد هناك احسن. طب ليه حاسه ان باباكي ممكن ما وافقش ان انتوا تطلعوا الرحله؟ ها؟ مش عارفه. بابا بقاله فتره معيشنا في حاله رعب. بيعاملني زي عمر. بيعاملني زي الطفله، مش قادر يقتنع ان انا كبرت خلاص. زيكو زكي ايه ده؟ اتقلبت ولا ايه؟ قوم. ايوان ايه ده؟ انا حلمت حلم خير لما اجعله خير ان في ناس لابسه ابيض في ابيض ونازلين البحر، واضح ان هم رايحين شرم الشيخ. ده احنا. 5 دقايق بالظبط بقى. ايه اريح شويه وبعدين اقوم اكلم خير ربي. ايه ده؟ قوم. الو بقول لك ايه؟ عايزك تفسح الخبر الاجانب دول 3 ايام في الاقصر على بال ما اجاوبك انا. احنا طالعين شرم، هتيجي معانا ولا مش جاي؟ وبعدين عايزكم. هو بيوافق؟ عندي عندي جامد. الحقيقه ها ايه؟ انا حاولت معاه لكن رفض. انا كنت عارفه. انا بذلت قصارى جهدي. هو طب خلاص سيبني يلا دلوقتي لوحدي. مش هتخافي تقعدي لوحدك؟ يا اخي بقى بره. لا 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 لا, لا. على فكره انت مالكيش امان خالص. عموما احب اقول لك بابا وافق. لا والله لا 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 بتهرج. لا انت بتهرج. وافق والله. لا بجد والله وافق. تتكلم بجد؟ اه والله انا بموت فيك. إيه؟ بجد ميرسي قوي. على ايه؟ ميرسي بجد مش مصدقه. بموت فيك. زيكو سوري انا ماشي. نو انا كنت متاكد انه نو على فكره. يلا يا زباله ده انت قلتي البحر اصلا ما يرضاش يبص لك. بقول لك ايه، ما تيجي نتمشى كده شويه؟ اوكي يلا. ايه على فين؟ اروح نتمشى شويه، عندك مانع؟ لا ابدا خالص، يلا بينا يلا بينا. يلا اتمشى، يلا سارة، يلا عمر، يلا اتفضلوا اتفضلوا. هو عمر وزكي اتأخروا ليه؟ يا بنتي ما تقلقيش ضمانهم جايين. تعالوا نقعد تعالوا نقعد. احنا باين علينا تهنا ولا ايه يا عمر؟ مين دول؟ دول بلطجية. بص يا عمر انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها؟ ارفع ايدك، قلت لك زي ما هعمل بالظبط تعمل. الناس دي عايشين عيشة اخر روقان، صحراء وجبل ورقص وحاجة زي الفل. مفيش حاجة تانية لفتت نظرك؟ ايه؟ حاجة تانية زي ايه؟ لا خلاص مفيش حاجة. طب بقول لك ايه، انا هقوم عشان اجيب اكل. هتجيب لك اكل معايا؟ لا مش عايزة. طيب اعملنا انت شاي بقى قبل ما اجي. ها؟ اهو مش حرمك من حاجه اهو. موتوسيكلات تلاقي، جمال تلاقي، حراميه تلاقي. اوبس مفيش بعد كده اهو. هنتكفي على وشنا ولا ايه؟ يا سلام. يلا وصلنا. انزل يا عمر. ألف شكر. رحت فين يا ريس؟ ألف شكر يا ريس، ربنا يخليك. مش عارف من غيرك كنا هنوصل إزاي. تكرم عليك، أكل الجمل ده أحسن شكل وتفترس. السلام عليكم. إيه ده؟ إيه اللي أنتوا عاملينه في نفسكم ده؟ عمر صمم بقى، والتصميم إرادة إن إحنا نرجع نغير ونلبس كده يعني عشان نبقى لاقيين على الجبال، ولا إيه يا شيخ العرب؟ أنتوا اتأخرتوا كده ليه؟ قلقتوني عليكم. ليه؟ ده المنطقة هنا أمان جدا، ما فيهاش صريخ ابن يومين. اشوفك لابسه فستان. وعلى فكره اللون الاسود عليك حلو قوي. ميرسي يا زكي. اصل انا بموت في الغوامق. ايه ده انت اول مره تشربي شاي؟ ايه انت؟ ايه اللي في الادب دي؟ ايه البواخه دي؟ ده الشاي بتاعي. ده الشاي بتاعنا. ايه اللي الشاي بتاعك؟ تعملي الشاي ده. ده حازم. شفت؟ اهو. طب انت معاك شاي واكل، هيبقى معاك الاثنين. لا. طب هات الاكل. خد اهو. ده ستر، انا باكل ورك. هات. امسك. اقعد على الارض بقى. يا هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ شلونك؟ شو مسوي؟ جبالك؟ ترابك؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايه الخروف ده؟ خروف ده صح؟ ما بتردش برضه. ده ايه بتشوفوه ده ولا بتعذبوه؟ ايه مفيش كلام في الصحراء ولا ايه؟ ماشي. ما تشوي يبقى اديني حته. على فكره يا شيخ لازم ارجع مصر النهارده ضروري. ليه حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه يعني تتخض، بس مفاتيح الخزنه معايا وبابا عايز منها حاجات مهمه يعني. طب ما تبعتها بالسوبر جيت. بقول لك مفاتيح خزنه، ابعتها بالسوبر جيت ازاي يا شيرين يعني؟ ما خلاص يا حازم روح بقى، اعمل لك ايه يعني؟ هو انت كل حاجه تزعلي بقى؟ خلاص انا هروح واجي بسرعه مش هتاخر. خلاص؟ هروح اجيب التكسير واجي. ايه مالك؟ هو حازم ما خدش باله من الفستان ولا ايه؟ لا ده عجبه قوي الفستان، وحتى قال لي انا اول مره شفت لابسه فستان وعجبه اللون الاسود عليا. شيرين ايه ده انت لسه صاحيه؟ انا افتكرتك نمتي. رايحه فين؟ مفيش، مخنوقه قلت اتمشى شويه. وانا كمان حاسس ان انا متضايق قوي. طيب ممكن اجي اتمشى معاك شويه؟ ايه اجراءات امنيه برضو؟ لا عادي، انا برضو حاسس ان انا مخنوق. واضح ان الاوضه اصلها مدهونه جديد، فريحه الحيطان زيت جامد قوي. اتفضلي. طب ثانية واحدة بس أجيب الجاكيت لحسن الجو ممكن يحرر فجأة. أوكي. ثانية واحدة. أنا جاهز. تحبي تتمشي يمين ولا شمال؟ أوكي يمين. أوكي اتفضلي. اتفضلي. شكلك بردان، تاخدي الجاكيت؟ لا بالعكس ده الجو حلو أوي. ماشي أوكي. ها كنت بتسمع إيه بقى؟ عربي ولا فرنجي؟ عربي ولا فرنجي ايه؟ كنت بتسمع ايه؟ انت كنت عامل دوشه في الاوضه. من شويه. دي اغنيه لعمر ودياب. عمر ودياب؟ وبتحب تسمع ايه كمان؟ بحب اسمع محرم وفؤاد برضه. والله؟ طب ما تسمعني حاجه. اسمعك حاجه؟ لا ما ينفعش. لا عشان خاطري. لا مش اسمعك حاجه ازاي؟ كده انت عايز تزعلني؟ لا مش زعلك، بس ما ينفعش، انا صوتي مش حلو اصلا. لا يبقى انت مكسوف. لا مش مكسوف، بس يعني ازاي؟ عشان خاطري والنبي. لا يلا بقى يلا مش هينفع. انا متضايقه عشان خاطري. طب ده ليها اغنيه كده كنت بسمعها وانا صغير، اللي هي اللي هي بتاع اللي بتقول لو 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 دي، اللي هي مش هينفع اصلا. يلا بقى اللي هي بتاعت لو 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 كان الامر امري، لو كان في شيء في يدي كنت اقدر اشتري لي جزيره. انت بتعمل كده ليه؟ مش قلت لك انا مش صوتي مش حلو، بس برضو انا بحب في اغنيه برضو كنت بحبها قوي اللي هي بتاعت سمير وصبري. والله؟ اللي هي بتاعت سكر حلوه الدنيا، سكر سكر حلوه الدنيا. اقول لك على حاجه حلوه قوي كنت بعملها وانا صغير. لا بس والنبي ما يكونش زي الكليب اللي عملته من شويه. لا هو مش عجبك. بصي بصي كده في السما فوق قوي، ها، واسمعي صوت البحر في نفس ذات الوقت. في نفس ذات الوقت بالظبط. حاسه بحاجه؟ لا. ما هو انا دي مشكلتي، من وانا صغير عمري ما حسيت بحاجه، قلت اقول لك جايز. ايه ده؟ انا حسيت بحاجه. ايه ده؟ انا عايز اقول لك حاجه كده بس متردد. لا لا قول. انت عارفه ان انت ليكي 4 ضحكات؟ ازاي؟ يعني ليكي ضحكه كده اول ما بتصحي من النوم، وليكي ضحكه تانية بس من غير ما تزعلي مني. لا لا مش هزعل. لما بتكذبي. انا بكذب؟ كلنا بنكذب. زي يوم ما كذبتي عليا وقلتي لي اطلع هات الموبايل من الاوضه، ضحكتي ضحكه كده. طب وايه كمان؟ في بقى الضحكه الثالثه اللي هي بتبقى ضحكه صفرة شويه. صفرة؟ هي مش صفرة قوي يعني، هي على برتقاني شويه. لا يعني انا اقصد يعني عارفه ضحكه بتبقى فيها سماويه جايز شويه كده. ايه ده؟ بعك انا صح؟ بعك. لا يعني مش سماويه، يعني تحسي فيها غل كده او فيها حقد طبقي. بقول لك ايه، انسي الضحكه دي بلاش. صح. انت كده قلت تالت ضحكه. الرابعه بقى ايه؟ الرابعه بقى يا ستي اللي هي، طب بقى ما تقلدها لي، اللي هي عارفه لما بتضحكي عليكي بتقفل قوي، دي اللي هي بتبقى عامله كده. انا بعمل كده. ايوه بتعملي كده. وعلى فكره هي دي الضحكه الرابعه، لما بعمل حاجه كده بتعجبك وبتضحكي عليها. طب كده في ضحكه ناقصه. لا ما خدناهاش بقى دي. الصراحه اكذب عليكي لو قلت لك ان انا عارفها. طب احنا مش هنطلع بقى من الحفره دي؟ ليه ما احنا قاعدين اهو، وبعدين دي حفره مش عميقه ولا حاجه، خلينا قاعدين. خلينا قاعدين، جايز حد يجي يردم علينا ولا حاجه. بردانه ولا حاجه تاخد الجاكيت؟ يا ابني قلت لك 100 مره الجو حلو. اصلا حررني قوي. ممكن اسالك سؤال؟ مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يعني السؤال لو مرتبط بالاجابه ممكن يتجوزوا. انا بتكلم بجد، انا طايشه. بالنسبه لايه؟ مش فاهم. بالنسبه لخوف بابا عليا، بالنسبه لتصرفاتي. انت شايفه ان خوف باباكي عليكي ده اصلا تصرف غلط؟ لا طبعا. خلاص يبقى لازم يخاف عليكي. انما بالنسبه لتصرفاتك بقى، بتهيألي يعني لو تصرفاتك مش طايشه اكيد باباكي مش هيخاف عليكي، صح؟ صح. اظن بقى تاخدي الجاكيت. ياه انا اتكلمت كتير قوي. ده انا اللي حاسس ان انا اللي صدعتك. بالعكس انا استريحت قوي. خد. لا سيبيه. بتعملي ايه؟ امسك بس، خليه بس، هتاخدي برد. ميرسي قوي على فكره، انت طيب قوي. شكرا. تصبح على خير. وانت من اهله. انا كنت براجع اغنيه سكر. امضي سعادتك بقى عشان دي موافقه على البرفانات الجديده. مش انت موافق على المشروع ده اهوت ومعاك توكيل؟ امضي انت. على فكره الولاد وحشوني قوي يا سالم. ربنا يخليهم لك. ما دام سعادتك بقى فتحت الموضوع، انا كمان عندي اعتراف صغير كده. ايه خير فيه يا سالم؟ لا خير ان شاء الله. انا قصدي كذبت عليك كذبه بيضاء. الواد زكي ده يبقى ابني. زكي بقى ابنك؟ ايوه يا فندم. بس والله انا مظلوم. اقصد يعني انا اتورطت في الاول، خفت من الولد يعمل مصيبه من المصايب اللي دايما يعملها في كل شغلانه يشتغلها. على فكره زكي قال لي انه ابنك من اول يوم ما اشتغل عندي، وطلب مني ان انا ما اقولكش عشان انت هترفض، ما بتحبش الوصايا. زكي قال لك؟ يا زكي. لا اوعى تشتمه وازعل منك. يا ريت ابني يكبر ويبقى زي ابنك زكي. بقول لك انا هدخل اشتري حاجه من المحل ده. طيب وانا هسال بقى عن اكل الكلب ده قدام شويه كده، يا رب الاقي. طول عمري بموت في الروسو. حازم حازم، ولا حازم يا حازم، علقت الموت ده، انا سايبها لك بمزاجي. Извините, пожалуйста, где можно купить туфли, шляпа, магазин для туфли, шляпа؟ اصل انا مش من شرم الحقيقه. مجازين توفلي شلاب. ايوه انا مش من شرم. انت ايه ما بتفهمش الانجليزي؟ انا مش من شرم. مجازين توفلي شلاب يا سيدي. انا مش من شرم. لا понимаешь توفلي شلاب توفلي مجازين. بقول لك ايه بقى، مجازين امك، ما تجننيش، انا متضايق، انا مش من شرم، انا مش من هنا. سوري اشتم اشتم اشتم، علموك كده في بلدك تشتم. سوري. الو، يا حبيبي ازيك؟ وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي 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 قوي. لا مش هتاخر، انا هخلص حاجه في ايدي كده على طول واجي. طب خلي بالك بقى وانت ماشي. ماشي يا حبيبتي، ماشي. حاضر، متقلقيش، مع السلامه. ايه ده يا شيرين قاعده ايه؟ صباح الخير يا شيرين. على فكره انتوا قندال. ليه؟ الله. عشان خرجتوا وسبتوني. الصبح قعدت صاحي فيك ساعه، انت اللي ما رضيتيش تصحي. برضه نادله. مالك يا عمر؟ احنا قعدنا ندور على اكل الكلب وما لقيناش، عشان كده زعلان. ولا يهمك يا اخي، اخلي حازم يجيبه لك وهو جاي. مش هيلاقي، ما انا بقول لك احنا دورنا في السوق كله ما لقيناش. لا، ما هو هيجيبه من مصر. ايه ده، هو حازم راجع مصر؟ هو اصلا في مصر. ازاي؟ مشي امتى؟ مش امبارح بالليل. امبارح بالليل ده ايه؟ بقول لك انا لسه شايفه حالا يعني في السوق. لا اكيد حد شبهه. احتمال يخلق مش شبه 90. هو انتوا شفتوا حازم في السوق؟ لا ما اصل عمر وساره كانوا. الجرس بيرد ومحدش بيرن ولا ايه؟ لا، يمكن التشارج يكون خلص. او جايز البطاريه تكون خلصت برضه. ايه؟ بتحصل. طب انا بقى اروح اضربهولك ويقول لي هو شافني هنا ازاي؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. بقول لك ايه، يبقى انت كده مكدباني ومصدقاه، ده واد وسخ وعايز يوقع بيني وبينك. هو ما يعرفش اللي بيني وبينك، هو فاكرنا اصحاب. يبقى عايز يكسب بونت عند ابوكي، هو عارف ان ابوكي ما بيحبنيش. زكي ما بيحكيش لبابا اي حاجه خالص. بقول لك ايه، من الاخر بقى الواد ده شكله كده بيرسم عليك، عشان كده غيران مني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، ما انت ما شفتوش كان بيبص لك ازاي. طب انت تليفونك كان مقفول ليه؟ يوه، بقول لك ايه، انا راجع مصر. لا خلاص، انا اسفه يا حازم، انا اسفه يا حازم. انت عمال تشبهني بالديك. ناديله يا عمر، ناديله. انت بتدوري علينا صح؟ انت شفت حازم هنا فعلا؟ شفته لما كنا في انت كداب. طب ممكن تهدي بس وافهم ايه اللي حصل؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت عايز تمسك ايدي؟ انا ما قصدتش، بس انا بقى. انت كداب. لا انا مش كذاب، انت بقى مش عايزه تكذبيه، انت حره. بقول لك احترم نفسك. الله، في ايه يا شيرين؟ شيرين انت شغاله عندنا، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا انا ما نسيتش نفسي ولا حاجه، وانا اسف ان كنت تعديت حدودي، واسف عشان مسكت ايدك، بس انا مش كذاب. زكي عمر تعال هنا. مسحتلك بكرامه الارض. طب اتفضلي تعالي. لا انا هروح اشوف ساره. تروحي فين؟ ما تخش الكلميه من جوه. تعالي اتفضلي. احنا مش هنخرج بقى ولا ايه؟ طب انا اروح اغير انا. الو. ايه يا بنتي، هنخرج ولا لا؟ لا انا مش قادره انزل. طب اوكي ماشي، باي. ايه بقى يا شيرين؟ ما تهدي شويه، في ايه؟ وبعدين هو احنا هنخرج كده ازاي يعني؟ خلاص ما حصلش حاجه. خلاص بقى. ها؟ الله ايه؟ في ايه؟ ما تفكيها كده شويه. افك ايه؟ يعني اي حاجه يعني. تعالي معايا وانا بحلق دقني. حازم قلت لك 100 مره ما بحبش الطريقه دي، هخرج بره. اصل برضه ما ينفعش حد يبقى حلو كده يعني. ايه ده؟ يا شيرين اسمعيني، قلت لك. انت بتعمل كده ليه؟ انت مجنون؟ هو انت هتمشي؟ بس يا حازم بقى. يا زكي الحاجة يا زكي. انا هزكي شيرين بالسرعة. يا حازم كفاية بقى، كفاية. خليك هنا، اوعى تتحرك لما اجيلك. مستني ليه؟ امشي الحلم منفعش فوق من خيالك فوق، انسى بقى وامشي اقفل على قلبك كفاية تجرحوه وتعلقوا بحبل الأمان تطوحوه. من النهارده الحلم مش هيفرحوه، أرجو ما تحلمش ما تحلمش ما تحلمش. زكي اخباره ايه يا سارة؟ حزين وواضح اللي مزعله حاجه كبيره قوي. انا عمري ما شفت ابني ساكت بالشكل ده. انا عايزك تقوله انه كبر قوي في نظري لانه راجل بجد، وعايزك تقوله كمان ان انا مستنيه، مش زكي البودي جارد، لا زكي سالم الاسيوطي. انا مش فاهم حاجه. قول له انت بس هو هيفهم. انت لسه صاحي يا زكي يا ابني؟ ومبوز برضه؟ على فكره يا ابني انا مش عاوز اعرف انت زعلان ليه، بس عاوز اقول لك حاجه يمكن تساعدك. انا يوم ما امك ماتت حسيت ان الحياه وقفت وزعلت، زعلت قوي وكان نفسي اموت وراها، بس اديني واقف جنبك وما متش والحياه مشيت. على فكره خير بيه بيقول انك راجل جدع وعاوزك ترجع الشغل تاني. يا ساتر للدرجه دي؟ عموما انا هقول لك كلمه لمصلحتك، ما تخليش الزعل يا ابني ياثر عليك ويوديك في حته ترجع تندم عليها. تصبح على خير يا حبيبي. زكي بقول لك ايه، روح شوف الزبون اللي هناك دي عايزه ايه. انا معايا اوردر هوديه. يا عم اوردر ايه بس، انا هوديه. روح انت شوفها عايزه ايه يا عم. تشوفها انا بس هات. روح. طب خد ده حساب ترابيزه 5. طيب مساء الخير. ازيك يا زكي؟ اموري حضرتك. انت لسه زعلان مني يا زكي؟ حضرتك ما قلتيش عايزه تشربي ايه؟ انا عايزه اشرب شاي. شاي؟ اوكي. طب انت ليه بتعيطي دلوقتي؟ عشان انا ما بحبش الشاي. ايوه انا عارف، انا عارف انك ما بتحبيش الشاي، وكمان انا اول مره اشوفك بتعيطي. خلاص بقى، خلاص مش هجيب شاي، مش هجيب. اقول لك حاجه، هي دي الضحكه ال5 اللي كنت سالتيني عليها. خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص ما معيش مناديل فامسحي في خدي دي اتبلت، خلاص خدي دي. يلا بينا بقى يا زكي. بس هو الحقيقه في مشوار مهم جدا بالنسبه لي، انا لازم اعمله الاول. يا ستي ما بتمثيل ما هو صدقنا مسومه بودي جارد بقعد اعور بس. زكي انسان جواه مليان احلام نفسه يحققها بجد. اضحك اضحك اكشن يا ستي ما بتمثيل ما هو صدقنا مسومه بودي جارد. اوعى يا خيبتي بودي جارد انما حاسب اوعى له شنه ورنه وله سمعه قوه وعضلات شقلبه حركات وبفوت جوه النار لو ولعه بودي جارد انما حاسب اوعى له شنه ورنه وله سمعه قوه وعضلات شقلبه حركات وبفوت جوه النار لو ولعه القلب النيل زكي شاف القوه بجد زكي شاف ولا عمره اتثبت زكي شاف ولا خاف من حد زكي شاف ده القلب الميت زكي شاف القوة بجد زكي شاف ولا عمره اتثبت زكي شاف ولا خاف من حد زكي شاف